مع بداية التدخل التركي العسكري في ليبيا بشكل علني وسافر لدعم ميليشيا الصخيرات، أصبحت عودة الإرهاب تتنامى مجددا في البلاد وبشكل أقرب من أي وقت مضى، وذلك في ظل صمت دولي واضح حيال هذا التدخل وجلب آلاف المرتزقة السوريين من بينهم مقاتلين متطرفين. التدخل التركي في الشأن الليبي الذي أدى إلى زيادة التوتر الأمني وزاد من حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد، التي ألقت بظلالها على المواطنين، مما دفع قوات الجيش الوطني لإعادة التمركز من بعض المدن خوفا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم. حذرت العديد من الدول والمنظمات الخارجية والمحلية مرارا وتكرارا من توافد التنظيمات الإرهابية مجددا إلى ليبيا في ظل إرسال التعاون ما بين النظام التركي وعملائه في ليبيا وعلى رأسهم السراجة. مخاوف الليبيين الذي ازدادت من عودة الإرهاب وتناميه مجددا عقب التصعيد العسكري الأخير في الصراع الليبي من الغزاة الأتراك، لتصبح ليبيا على حافة حرب دولية محتملة قد تستغلها الجماعات الإرهابية للرجوع إلى خوض تجربتها مجددا من أجل تحقيق مصالحها ومصالح الدول الداعمة للإرهاب مثل تركيا وقطر. مراقبون للشأن الليبي أكدوا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أماكن لرمي القمامة الإرهابية خصوصا من العراق وسوريا وسط صمت دولي مريب على عملية نقل الإرهابيين، وذلك بهدف إخلاء منطقة إدلب السورية من المقاتلين المتطرفين والإرهابيين الذين تم تجميعهم هناك من كل أنحاء سوريا. من جهة أخرى، أكد محللون أن تركيا تستخدم الإرهاب كأداة ضغط مؤثرة على كافة الأصعدة لتحقيق أهدافها ومصالحها في ليبيا، وهو رأي بعض المراقبين الدوليين الذين قالوا أن أطرافا دولية تستخدم الإرهاب أيضا كسلاح بغية تحقيق أهدافها الخاصة، وهو أحد وجوه الصراع الدائر. ويقولون أن الليبيين إن لم يصلوا إلى كلمة سواء تجمعهم وتوحد صفهم لن يستطيعوا اجتثاث هذا الورم الخبيث من بلادهم الذي ينتشر كلما اتسعت رقعة الاشتباكات التي تشعل تركيا نارها. حمزة الغويل لقناة ليبيا الحبيب.